السلام عليكم اخوان نتمنى من الله عز وجل كل شيء يكون في صحه سالمه ان شاء الله بحول الله ونتمنى هذا الوقت هذا وهذا الاخير ديال هذه اللي الاخريه اللي باقيه المرض كينتشر بواحد الطريقه كبيره نتمنى من الله ما تخرجوش من ديركم وتجلسوا وديروا الوقايه راه الوقايه افضل من العلاج ونتمنى من الله عز وجل تسمعوا هذه النصائح هذه وديروها بها باش نقدروا ندوزوا من هذه المرحله هذه ونكونوا ناس قويين ان شاء الله بحول الله وراه ما بقاش اللعب راه حنا ولينا في واحد في واحد ال... في واحد الوقيته دابا راه كينتشر المرض بسرعه والانسان اللي كيكون برا ودخل للدار خصو ضروري ينقي الصبيب ديالو ويغسلو ومدابيه دائما الحوايج اللي كيكونوا برا تدخل للدار تحطهم في الباب وتستعمل واحد الحويجات اللي هما مزيانين اللي يكونوا ديال الدار راه الوقايه هي اللي مهمه ويحاول الانسان ما يخرج يتفادى الخروج ويحاول يخرج واحد في العائله اللي تقدى المسائل ديال المنزل ويدخلها لوليداتو ولا يدخلها العائله ديالو وحاولوا اخوتي الله يجزيكم بخير حاولوا تفاداو الخروج راه 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 مشكل ديال الخروج هو اللي مهم راه راه الانسان الا ما خرجش راه غينقد العائله ديالو وكل واحد عنده عائلته عزازين وراه الا الا ما خرجتيوش وجلستي في الديور غتحاربوا على امك على اختك على ولادك ملي عنده خوتو ولا احباب ولا أم ولا باه عزازين ما تخرجوا كنوجه الشكر للسلطه على الواجبات اللي قايمين بهم ونتمنى من الله عز وجل تزيدوا تعاونوا السلطه وتعا... والمواطنين يتعاون مع المواطنين وتكون واحد التوعيه الله يجازيكم بخير ما تخرجوش راه ما عندنا شي شي خطه ولا شي حاجه غير ان ما تخرجوش هذا هو هذا الميساج اللي نوصلكم ما تخرجوش من ديوركم حاولوا تجلسوا في ديوركم حاولوا تهزوا تقبطوا وليداتكم راه السلطه علاش كتقول المواطن يدخل للدار ديالو حيت المرض راه ولا كينتشر بسرعه وهذا هو السبب ولو دائما السلطه كتبغي الخير للمواطن راه كيفكرونا وباغينا الخير الله يجزيكم بخير وتساعدوا مع السلطه باش ندوزوا هذه المرحله ونمروا منها راه دابا راه كنلعبوا الدقيقه 90 راه بحال اللي كنلعبوا شي ماتش دابا راه الخطر وصلنا له الله يجزيكم بخير حاولوا انكم تفادوا هذه المشاكل بالدخول ديالكم في الديور راه حنا دابا راه الوقت ما بقاش ديال اللعب راه ولينا في الصح والمعقول الله يجازيكم بخير نتمنى والله عز وجل انكم تسمعوا لهاد الهضره هادي وربي يدوز هاد الشيء هذا كله بخير وعلى خير